تحت عنوان اختلالات الغدد الصماء والجديد في تكنولوجيا السكر، انطلقت أعمال المؤتمر الطبي الذي نظمته رابطة سكر الأطفال ووحدة الغدد الصماء في مستشفى الصباح بحضور لافت من الأطباء والمستشارين في هذا المجال. دائما على الأقل نعمل مؤتمرين أو ثلاثة من هذا النوع، نختار الموضوع من تخصص إلى تخصص آخر تحت مظلة الغدد الصماء والسكر، نتحدث فيه ونتبادل الآراء مع زملائنا بالكويت ومع ضيوف كرام من الدول الشقيقة اللي حوالينا لتبادل المعلومات ونشوف إيش اللي موجود. والهدف من هذا كله إن احنا نتطور ونشوف إيش ممكن نقدم من خدمات جيدة ونرتقي فيها لإخواننا المرضى في بلدنا الحبيب. مواضيع عديدة نوقشت، أهمها اختلال هرمون النمو لدى الأطفال وسرطان الغدة الدرقية وكذلك الكسور والتكيسات وغيرها مما توصلت إليه آخر الأبحاث الطبية. سرطان الغدة الدرقية، طريقة الاستكشاف وما هو الأمثل في العلاج وما هي النتيجة النهائية بعد أخذ العلاج، وأيضا شغلات ثانية تخص الأطفال منها النمو لدى الأطفال، التشوهات الخلقية في الأعضاء التناسلية والهرمونات تستخدم لأطفال في العلاج الجديد في تكنولوجيا مرض السكر، وآخر الدراسات وآخر التطورات اللي حصلت في جميع الغدد الصماء والسكر بالنسبة للأطفال بشكل عام، أكثر المنتشرة الأمراض المنتشرة الآن والسكر المنتشر بطريقة غير طبيعية للأسف في دول الخليج بالذات أكثر من دول العالم. جهود حثيثة تبذلها وزارة الصحة عبر هذه الملتقيات والمؤتمرات ذات الفوائد الجمة على الأطباء في المقام الأول، ومن ثم المرضى الذين ينتظرون كل جديد في سبيل تخفيف آلامهم وسرعة شفائهم. لتلفزيون المجلس، رياض العبادي.